ملي دخلت كنقلب لقيت العروسه في سميتي هي العروسه اللي معروضه لذاك العرس. السلام عليكم، معكم غيتو من جديد على ويل اوف بوز. اول مره فكرت نبارطاجي فيديو كنت كندوز الباك، صورت واحد الفيديو فين كنقلد واحد السكريتير ديال واحد دونتيست وصفتها لصحابي وداكشي، ومن تما بدينا. الاغلبية ديال الفيديوهات فين كنهضر على قصص تقدر الفيديو تاخد لي شهر غير ديال لا ريشيرش. اون فوا كنكتب سكريبت كلشي كيولي ساهل، ديك الساعه كنكتب سكريبت كنصور، نقدر نصور في نهار واحد. المونتاج كياخد لي عاوتاني واحد السيمانه واش حاجه اللي ركزت فيه مزيان، الا عكزت عليه يقدر ياخد لي عام بحال واحد الفيديو مازال ما خرجش دابا. مي جينيرالمون نقول تكون كتاخد لي واحد شهر ونص بحال هكا فيديو. كيفاش تعلمت لهذا الشيء؟ بدا الكتابه ديال السكريبت، ديما انا كيعجبني نكتب، دونك كنت كنكتب شحال هادي وفي غاميزور تعلمت انا نكتب السكريبت. من الاول كنت كنكتب سكريبت، ما عمري ما كنت كنحاول ندير زعما فيديو هكا من راسي. بالنسبه للمونتاج كان عندي واحد البيسي عاتي مسكين، شنو دوزت عليه؟ مي تعلمت بوحدي زعما، ما خديت لا كور لا حتى شي حاجه، تعلمتها باغ يوتيوب وصافي. غارمون فاش كندير لي كولاب، كندير لي كولاب غير هو كنحاول نختار الحاجه اللي غادي تكون تقدر تمثلني، ولا المهم الحاجه اللي تعجبني، الحاجه اللي تقدر تعجب الناس اللي كيتفرجوا فيا. يعني ماشي غادي غير نجي وندير كولاب وصافي. خدامه على شورت موفي، ما نقدرش نقول ديتاي، ولكن المهم هو اللي غادي تفهموا به بزاف ديال الحوايج، وغتفهموا به فين كنت غابره. ومهم ما نسبويليش كيفاش كندير نجمع ما بين القرايه والفيديو. ما سهلاش حتى البروغرام ديالي ديال السيمانه كنكتبو باش كن التزم مع راسي بداكشي اللي كندير. عاوتاني شي مرات فاش ما كيكونش فيا صافي ما كندير حتى شي حاجه، ما كنضم حتى شي حاجه، وربي كيجيب التيسير. اكثر حاجه انا كتحشمني كنحشم فاش كنتلاقى ناس كبار، دي مامون ولا دي بابا ولا دي غران بير ولا دي غران مير، وداكشي كنتلاقاهم وكيبقاو يهضروا معايا ويدعيو معايا، وداكشي كنحس بالحشمه. هادو هما لي سيتياسيون اللي انا كيأثروا فيا. اغرب ميساج وصلني واحد النهار واحد الميل فيه دعوه، لقيتها انفيتاسيون، فريمون اون انفيتاسيون على العرس. ملي دخلت كنقلب لقيت العروسه في سميتي هي العروسه اللي معروضه لذاك العرس. هذه طريقه باش شي واحد بغى يطلب مني الزواج. حاجات اللي كيعجبوني وبتدخل حاجات اللي ما كيعجبونيش في الويب المغربي. الطريقه باش تطوروا بزاف ديال الناس، طريقه باش تطور الويب المغربي، طريقه باش كاين واحد الطبعه مغربيه، حيت بزاف ديال الويب ديال بزاف ديال البلدان اللي كنلقاهم كيتشابهوا. الويب المغربي باغ كونطخ عنده داك لا توش ديالو، عنده داك كتحس بانه كاين الابداع المغربي. دونك هذه من الحوايج اللي كيعجبوني في الويب المغربي. بالنسبه للحوايج اللي ما كيعجبنيش ما كاينش واحد الوحده، كنحسوش بانه كاين ويب مغربي كامل خدام مجموع. حسوا كل واحد خدام داكشي ديالو بوحدو في القنت ديالو، يمكن الا خدمنا كاملين مجموعين واحد شويه غادي مازال نزيدو بهاد لا كرياتيفيتي لقدام. مرحله جديده غادي تبدا ان شاء الله في الحياه ديالي، سواء في الحياه المهنيه ولا في صناعه المحتوى. مع الانترنال الوقت غادي يكون مختلف، دونك كنتمنى انه حتى لي كونسيبت غادي ايفولوي، ودي سيغتين زيدي وبزاف ديال الحوايج جايين ان شاء الله.